ابو محمد هي كانت احدى المتصلات، كانت تسال تقول انها سقطت الجنينه في شهرين، هل تجوز صلاتها او لا تجوز؟ هذا كثيرا ما نسأل عنه، لا وأعطي النساء قاعدة حتى لا يحتاجن إلى سؤال أي شيخ. إذا أسقطت المرأة جنينها واستمر معها الدم، هل تصلي وتصوم أم لا؟ القاعدة هي إذا أسقطت جنينا قد تخلق منه شيء، مثل اليد، تخلقت اليد أو الرجل أو أي عضو منه، فهذا هو النفاس، فهذا هو النفاس، فعليها أن تمتنع عن الصيام وعن الصلاة. لكن إن أسقطت قطعة دم أو قطعة لحم غير متخلقة، ليست بيد ولا برجل، فإنها تكون في عداد الطاهرات في جميع الأحكام، لا في صيامها ولا في صلاتها، لها أن تصلي وتصوم، ولزوجها معاشرتها، ولا حرج عليها في هذا أبدا. ومعلوم أنه لا يمكن أن تتخلق أو يتخلق الجنين قبل 81 يوم، لأن 40 نطفة ثم 40 علقة قطعة دم، إذن هنا 80، يبدأ التخلق مضغة من 81، أحيانا من 81، أحيانا ما يتخلق. ولذلك قال عز وجل، قال من مضغة مخلقة وغير مخلقة. الغالب أن الجنين يتخلق في 3 أشهر، يعني إذا مر عليه 90 يوما. فعلى كل حال قاعدة حتى ترتاح النساء ولا تسأل أحدا، تريح نفسها وتريح غيرها من المشايخ. نعم. إذا أسقطت شيئا قد تخلق فيه شيء، مثل فهي في عداد النفاس، يد أو رجل، فهي في عداد النفاس. إن أسقطت قطعة دم أو قطعة لحم غير مخلقة، فهي طاهرة في جميع الأحكام، لأن بعضهم قد يسأل فيما يخص المعاشرة بين الزوجين، أيضا يجوز ولا حرج فيها. بارك الله فيك.